هذا كان واحد الكلاش مقود. يو السلام عليكم الدراري، معكم يوسف بوسحاق في يوم جديد او كونسيبت جديد. هذا الكونسيبت هذا الدراري تايق فيه وبالثقه اللي داير فيكم الدراري ان شاء الله غادي يطلع، غادي يدير بوم ديال بصح. الكونسيبت سميتو فلاش باك، شنو منين جات وكيفاش البلان وشنو غادي نديرو في هذا الكونسيبت هذا الدراري، هما اننا غادي نشدو شي فري ستايلات اللي خلاو بصمه كبيره في الراب المغربي، يعني اللي كانوا دايرين البلباله، سواء كانوا دازو في راديو سواء كانوا الله يجعلهم يكونوا غير فري ستايل في الانستغرام، ما تيهمناش، المهم هو انه يكون خلاو واحد البصمه، يعني البيبليك ديال الراب المغربي ما يكونش نساه. غادي نشدوهم، غادي نتفكرهم في هذا الفيديو هذا، وغادي نديروا عليهم فيديو، وغادي نشرحوا فيهم شي لعيبات وكذا والبلانات، وعلاش ما بقيناش نشوفوا بحال هاد البلانات لحد الان. يعني هاد الشيء هذا ولا قليل، بنادم ولا فهمتي تيخدم خدمه كوميرسال تيلوح علينا في اليوتيوب، هاد الشيء هذا اللي كاين يكفي. سو جايز، كنت مسركل البارح كيفاش جات الفكره ديال الكونسيبت، كنت مسركل البارح في انستغرام مع ثلاثه ديال اللي تخيل معايا فكره مع ثلاثه لغدين تصورات، يعني ما تنعطل انا والو. كنت مسركل دراري مروك الراب جولد، شار اوت ليهم بالرجوله، كانوا حطوا هاد الفري ستايل هذا اللي غادي يدوز بينات، شوفوا من العنوان علاش بقى ندير سسبانس انايا، هو البلان مكتوب في العنوان طوطو قودوها. وكاين كاين كاين واحد البلان مفاجاه الحراده اللي شوف كانوا تيطلبوني بزاف بزاف، هذيك اجي نفكركم على التراك ديال غانار، ولكن كان الكوبي رايت سبب ان شبك ميوزك كانت تسمحي ليا، يعني مشكله مع هاد الكوبي رايت الدراري. لقيتو حتى هو مصور فري ستايل بدل لانستري، يعني غادي يكون فري وغادي يدوز معنا من الحلقات، ولكن جاست غادي يكون في الحلقه ثانيه، يعني ما يكونش معنا اليوم، اليوم غادي يكون معنا طوطو قودوه فري ستايل اللي انا شخصيا تموتيفيت معاه. سو جايز، باين كل شيء واضح وكل شيء اليس، بيس ليكم الدراري. وشوف بغيت لي لايك، بغيت لي لايك، بغيت لي كومونتير، بغيت شكون بغيتو جي فري ستايل صيفطهم ليا في الانستغرام اللي هو بوسحاق بوم برود. ما تنسى ليش واحد سبسكرايب، اكتيفي ديك الجرس، راه طاري لي مشكله الدراري مع صحاب الكوبي رايت، الفيديوهات ما بقاوش قاعد يوصلوا. That's all. وكيف ما العادة الدراري، يي 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 اهو رش سكو 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 طلق ليا البلان. اوكي خلاصة ديال هذا البلان هذا هو انه كان داز في بلوك ديس دراري اللي فريمون فريمون كانوا خدامين هذيك الوقيته، الفيديو ضرب اكثر من 600,000، يعني بلان ما عرفش الدراري فين غابرين، رغم انهم يقدروا يكونوا خدامين ولكن ما باينينش، يعني مازال ما شفنا حتى شي بلان عليهم، دابا ما بقاوش دايرين هذيك البلبله اللي كانوا دايرينها. سو جايز نبداو على بركه الله وبيس. جينا من الاخر والله دور الحراده، تسناو حلقه غادي تكون سبيسيال، علاش؟ حيت انا مغدد عليها. كنا سوق شرقي اليبوك شرق صدنا لا بغيتي غنموت، خاطر الراب قبل حيت ما عرفونا هو السنه ولا ما السنه، حسيتو بالترعريعه شويه. والسنه ولا ما السنه؟ انا الدراري شوف شخصيا مع احتراماتي لطوطو ومع احتراماتي للفرده اللي كانوا خدموا داك البروجي ديال قودوها، انا تخدمت لايف بحال هكاك فري ستايل بحال هكا نبدل مسونجي لانستري حسن، عجبتني هاد الفيرسو هادي على الفيرسو اللي مليوحه في اليوتيوب بالرجوله. ايه ما سوني، ايه ما سوني، ايه ماكسيم شاطام قلم توكالي كيفي زيميلي ارماني باغاني، كان طلعو تخنزيرة دير كافاني على قالو بلي طوطو ماكافلي ماكافي كافي كافي كافلي، طلقتي به لا سموني ساطاني كاوا كيف فوق من زوغ بيكاش كافالي، شفتاش مني شكون نمبر وان وصادقالي. اي الو الو تي تي جي من دي سي بلاند روفر دي باناج، ماشي الو لا كاج الو لا راج، قاود نجوك جامك شابع ديكالاج، شحال تسكننا بالبيكالاج حسب حسب الرجوله. الدراري دابا شوف لا حط واحد القضيه بالنسبه مع احتراماتي للجزائريين، غادي نقول واحد النقطه، هاد البلان هذا الدراري ما بقيناش نشوفوه في الراب المغربي، علاش؟ استوديوهات بحال هكا مقاو مطلعينا بيناتنا، روابا يجيو فري ستايلات يقصروا الموف، فهمتي بلان والله حتى بلان الدراري، علاش ما بقيناش نشوفو؟ رغم ان الجزائر يلا ولاو تيخدموها في الاستوديوات ديالهم الناس الجزائريين، دابا تمشي تشوف ديدن كانون بزاف تروابا الجزائريين تيديروا فحال هاد البلان هذا، رغم حنا ما بقيناش نديرو هاد البلان هذا، راه دار في 2017 2018، علاش حنا ما بقيناش نديرو فحال هاد البلانات؟ دابا هذا هو السؤال المطروح الدراري، علاش خدموا فحال هاد البلانات الدراري؟ شنو ولينا غاديين بروجيات ولا والله الا فريمون ولا تنقص النيفو الدراري، مكذبش عليكم بحال هاد البلانات هادوك انت تحس بواحد الموف اللي مقود. هما راس لا طلعوا بيكالات بلا ما دير معانا الغلط، فردا كراندي طوطو جبدو المسطرات، كيف رمضان كيف لا توسان كيف شباط، عشراني كاملين خبط وخبط كامل كيتسوق تخوز البلاد ديال شباط، فهاد الراب شحال جاني اصابات شادي سيفات وما بقاو في اتصالات، شو ما بقاو في اتصالات.
حتى موقف شي صلاه جيري ان كوكي توب لايني والنعجه كتزغرت اي بروميس اي بروميس. هذا كان واحد الكلاش مقود، ولكن هنا راه كاين واحد البلان، كاين ديدل شنو سميتو لانكو، ولكن في نفس الوقت الكلاش الدريزي حيت كانوا طارين بيناتهم هذيك الوقيته بلانات كم نايدا كلاشات ما عرفتش واش لحد الان واش تصلح المشكل ولا باقي المشكل بيناتهم، حيت ما تنشوفوهمش شي هضره ولا عيبات. اصلا دريزي غيت صاط فين خبرتي يا برو، صافي هذا هو البلان. ما كتمزكش قرض فلو ديال شبعانه طلامس، باقي ما جبتش سميتك لا جبتها غنجيبها لعندك لابوكاليبس. حسن لكش خليني النافيقا على كاريلا خلصت عليك شويش الخالص. الو مستر كونستاتور وقودوه الو مستر كونستاتور وقودوه بين جي سيري بلوك جبتو. هنا راه كان طاري له فريمون بلان، كان طاري له المخزن، كانوا ما خلاوهمش يصوروا بعض الكليبات. المهم كاين واحد التوضيح عند سهيل فيتناس جو بونس، كان دار واحد فيديو على هذا البلان هذا وكان شرح شنو كان وقع هذاك النهار البوليس والمخزن شنو كان طرا تما فين كانت جبدت هذه النوطه. الو مستر اسبكتور وقودوه الو مستر اسبكتور وقودوه دبا شوف دراري ناري دبا شوف انا كونسيبت غنجيكم نيشان انا كسول، وخصوصا في هذه الوقيته هذه بديت القرايه الدراري، يعني فريمون الوقت مزير ديال بصح، يعني فهمتي انا نبقى نخطف لكم بلانات فينا نبقى نصور وفينا نقلوح حيت هذا العام عندي مزير، يعني هذا العام خصني ناخذ الدبلوم ديالي الدراري. دعوا معنا الدراري، يعني الا بقيت تنتعطل ولا لشي بلانات ما تقولوش انا اللي غاب راه غير القرايه، حيت انا من واحد النوع اللي ما نقدش نسمح في قرايتي الدراري، نكونوا واقعيين. هاد البلان هذا اللي خلاني نختار هاد الكونسيبت هذا هو الفايب اللي عطاني، فهمتي ملي انا شفت هاد الفريستايل، شفت الفريستايل ديال الحراده، شفت بزاف د البلانات، حسيت بواحد الفايب الدراري ديال انك فهمتي موف موف موف، فهمتي تبغي تتحرك، هذا هو البلان الدراري. وكتب هاد الكونسيبت كنت باغي نزيد واحد اللعيبات عاوتاني، كان فيك ما يكون شي كونسيبت شي فريستايل فيه شي بيت اللي يمكن لينا ندانسيو عليه، كنت باغي ندير نزيد فقره ديال الدانس وسط الفيديو، ياك فقره فيه كاينه فقره ديال انك تتفكروا مع البيبليك ديالك وفقره تدانسي، كان غادي يكون داكشي مقود، ولكن الدراري راه فريمون الوقت ما كاينش الدراري، يعني خصكم تعذروني ديال بصح. سو وقال جو بونس سال البلان قودوه بلان. شراوت للبلوك دي سي، تنتمناهم انهم يرجعوا لك انو خدامين الدراري، حيت فريمون هاد البلانات هادو ولينا شي غبروا ما بقاوش تيبان، فهمت ما بقاوش تيبانو حتى كان واحد هذيك هيت راديو جو بونس، هيت راديو حتى هما كانوا تيجمعوا رواب، وكان واحد حتى هو غادي يكون ان شاء الله فريستايل، ولكن جو بونس يقدر يكون كوبيرايت حيت هذاك الشيء ديال هيت راديو. كاين البيك، كاين شايفين، كاين ماستافلو، كاين مسلم، كاين ديزيدروس، واحد الميسيون عرفتي كي داز الصاط مقوده ان شاء الله تاهي غادي تكون، رغم انه يكون الكوبيرايت غير ما تبلوكاش لينا وصافي. دراري ما تنساوش وصلنا لاخر حلقه، لي لايك الدراري بالرجوله، لي لايك ديال بصح حيت هذا الكونسيبت هذا يستاهل الدراري، لي كومونتير زوين كتبوا لي في الكومونتير شي فريستايلات نقلبوا عليهم في اليوتيوب، الا ما كانوش في اليوتيوب صيفطوهم لي في الانستغرام ديالي اللي هو بوسحق بون برود، وما تنساش انك دير واحد سبسكرايب وتاكتيفي ديك الجرس باش توصلك لا نوتيفيكاسيون. وكيف ما العاده يا 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 اهو رش سكو سكو سكو.